المنتخب الاولمبي بيخسر من المنتخب البرازيلي 1-0 ويودع الاولمبياد بعد مباراه في وجهه نظري كانت ممكن تنتهي بفضيحه كرويه لولا وجود محمد الشناوي اللي انقذ مرمى المنتخب المصري من مش اقل من 6 أو 7 انفرادات صريحه، 7 انفرادات صريحه بالمرمى خصوصا في الشوط الثاني. الاداء طبعا يعني خلاص احنا ودعنا الاولمبياد، ده اخر مباراه للجيل ده. في وجهه نظري كان في الامكان افضل بكتير مما كان. شفنا النهارده منتخب كوت ديفوار بيعمل مباراه رائعه قدام منتخب الاسباني، اتفرج عليها. كوت ديفوار خسرت في الاخر 5-2 في الاكسترا تايم، لكن في المباراه في الوقت الاصلي كوت ديفوار كانت كسبانه 2-1 لغايه الدقيقه 93 قبل ما المنتخب الاسباني يجيب هدف التعادل في الدقيقه 94. ولكن وجهه نظري ان احنا شكلنا وحش، بنلعب بطريقه قديمه قوي، بنلعب باسلوب عاف عليه الزمن. يعني طبعا اكيد اللعيبه مش داخل جهد، انا ما بتكلمش على اللعيب، لكن التخطيط واختيارات اللاعبين قبل الاولمبياد اتكلمت عليه، حتى اسلوب التاكتيك نفسه في الاولمبياد سيء من الجهاز الفني والكابتن شوقي غريب. انا عارف ان الكابتن شوقي غريب من مدرسه الكابتن محمود الجهره الله يرحمه، بيلعب بطريقه انا هلعب بالخمسه ورا وهقدم اقصى ما لدي في الدفاع واروح اخطف، جت ما جتش اطلع خسران باقل نتيجه، والناس تقول لي ده خروج مشرف ودي المدرسه اللي احنا عشنا عليها في الثمانينات والتسعينات، وللاسف للاسف عمرها ما بتنجح غير في استثناءات. يعني تنجح معاك في استثناءات كده، استثناء كل 10 سنين كل 12 سنه. الفكره نفسها او التكتيك نفسه او التخطيط نفسه خاطئ غلط. النهارده مثلا هدي مثل بسيط، النهارده في كلام الكابتن شوقي غريب وبعض من الاجهزه الفنيه بيقولوا احنا في خط الوسط ما عندناش هاف ديفندر 6 غير اكرم توفيق وما نقدرش ان احنا يعني نجازف. طب ما انت ما اخترتش غيره، هو يعني هو مين اللي اختار، مين اللي ما اختارش هاف ديفندر من الثلاث لعيبه الكبار في السن قبل الاولمبياد؟ ما هو انتوا اللي ما اخترتوش. فتاني الجهاز الفني ربما يكون شايف ان هو ده الاتفاق اللي اتفقنا عليه مع اتحاد الكوره، يعني ده الاتفاق اللي احنا اتفقنا عليه مع اتحاد الكوره ان احنا التارجت بتاعنا دور التمام في الاولمبياد، لا ده اقصى ما يمكن الوصول اليه، ما نقدرش نوعد بحاجه اكبر من كده. ولكن احنا شايفين ان بالجيل ده كنا نقدر نعمل اكتر من كده، الجيل ده كان فيه كذا لاعب مهاري، كان فيه لعيبه هجوميين كتير جدا، كنا ممكن نقدم شكل افضل من كده. النهارده بصراحه ماتشنا قدام البرازيل شيء مؤسف، شيء مخجل ان احنا نقعد طول التسعين دقيقة ما بنعملش. يعني هجمة أكرم توفيق الأمانة شكلها وحش، يعني تبقى دي يعني أقوى هجمة لينا أو أخطر هجمة لينا على منتخب البرازيل. الكرة اللي بترتد بعشوائية من دفاع البرازيل، هوب أكرم توفيق كان بيطير كده فتخبط بدماغه وتروح جنب القائم. تخيل دي الهجمة الوحيدة لينا. يعني للأسف أنا شايف إن احنا كنا ممكن نقدم أداء أفضل من كده. تعالوا سريعا نشوف احنا عملنا إيه وليه النهاردة الطريقة كمان اتكشفت قوي 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 قدام البرازيل. احنا لعبنا بالخمسة 5-2-3 بتاعتنا اللي ممكن لما رمضان يرجع وطاهر يرجع ويبقى 5-4-1، لكن طبعا هي بعيده جدا جدا عن 5-4-1. احنا ما طبقناش اي حاجه ليها علاقه ب 5-4-1 النهارده في ارض الملعب. احنا دايما بنلعب بالاولمبياد منعزلين، خط الدفاع في حته والمهاجمين في حته، وفي النص اكرم توفيق وعمار حمدي معزولين، حتى ساعات اكرم توفيق في ماتش استراليا لعب لوحده. لكن في كل الاحوال هي دي الطريقه اللي احنا بنلعب بيها في الاولمبياد. البرازيل بتلعب بال 4-2-3-1، عندهم 2 لعيبه يعني اخطر من الخطوره، ريتشاردسون طبعا كلنا عارفينه مهاجم ايفرتون، وانتوني الجناح الايسر المهاري بطريقه شديده جدا. طيب البرازيل اتفرجوا عليه، تعالوا نشوف شغل الكوره، اتفرجوا علينا وعرفوا طريقتنا وعرفوا ان احنا بنقف ورا بندافع بجرينتا عاليه جدا وبقوه وبشجاعه وجراءه وكل انت عايز تقوله، عندنا لياقه بدنيه كويسه ان معظم اللعيبه دي بيلعبوا مع انديتها الاولى في الدوري الممتاز، فبالتالي عندهم لياقه بدنيه كويسه، وبالتالي مش فكره انك تحرز اهداف في منتخب مصر مش بالعامل اسهل. طيب عملوا ايه بقى البرازيل؟ البرازيل راحوا ببساطه قالوا خلاص احنا هنشوف المنافسين مصر في الدور الاول عملوا ايه ووقعوا ايه الغلطات اللي وقعوا فيها واحنا مش هنكرر. اول غلطه كل منافسين مصر وقعوا فيها قدامنا والبرازيل ما وقعتش فيها هي السرعه في التمرير والتحرك بدون كره. البرازيل كانت بتقدر تطلع من نص ملعبها لنص ملعبنا باسرع عدد من التمريرات، وكل اللعيبه بلا استثناء داني الفيش الراجل اللي عنده ما يقرب من 37 سنه باك اليمين، كل اللعيبه بتتحرك بدون كره،
كله بيفتح مساحات لكل، وعشان كده لقينا ان احنا بنتضرب في مساحات في نص ملعبنا بشكل ما شفناهوش في دور المجموعات، لان دور المجموعات اللعيبه كانت بتلعب من الواقف، ما كانوش بيتحركوا بدون كور. لعيبه البرازيل بتتكلم على مهاره فرديه، بتتكلم على سرعه، بتتكلم على تسديد، بتتكلم على كل حاجه. قدروا النهارده هما يخلخلونا بشكل كبير جدا جدا، ما شفناهوش حتى من المنتخب الاسباني. المنتخب المفروض بيلعب تيكي تاكا، ما شفناهوش ده من المنتخب الاسباني. شفناه منتخب البرازيل النهارده الشوط الاول قدروا فعلا، لما طبعا بعد حمى البدايه واحنا قعدنا نضغط عليهم شويه، لكن بعد كده رجعنا. اول ما رجعنا منتخب البرازيل بدا يطير اتنين فول باكس بتوعه وبدا يتقدم. ايه بقى الميزه ان هو بدا يلعب الكره السريعه والتحرك بدون كره، وعشان كده شفنا انتوني لعيب مهاري جدا جدا جدا، واعتقد يعني الراجل ده خلال سنه او سنتين هيبقى فيه واحد من الانديه الكبار في اوروبا. قدر انتوني بمهارته الفرديه يحط ريتشارلسون في اوقات كتيره جدا جدا جدا، ويكالدرينيو يحطهم في مواقف واحد على واحد، واحنا بنلعب بخمسه، واحنا بنلعب بخمسه كان بيتعمل علينا مواقف واحد على واحد. فين بقى؟ مش على الطرف، لا ده في عمق الملعب. وعشان كده شفنا الهدف اللي جه كره سريعه جدا اتلعبت، و قدر لاعب البرازيل ان هو يبقى موجود لوحده داخل منطقه الجزاء. هنا فريق التحليل الاداء منتخب برازيلي ذاكر مصر كويس جدا جدا جدا، وقدروا ان هم يفهموا اسلوب لعبنا. طيب احنا دخل فينا الهدف في الدقيقه 30 او 35 او من الشوط الاول، ولسه معانا 45 دقيقه في الشوط الثاني. هل قدرنا نغير الشكل بتاعنا؟ هل عرفنا ان احنا ازاي النهارده نبدا يبقى عندنا بعض الخطوط الهجوميه؟ كان عندنا بعض الخطوط الهجوميه. امتى؟ لما حولنا طريقه اللعب ل 4 ما يشبه يعني ال 4 2 3 1، لما كان عمار حمدي راح يمين وبيطير قدام وبنطير معاه واحد من المساكين في الكرات العاليه. ف لو انت كان عندك بعض الشجاعه والجرأه انك تهاجم، عملت كورتين خطيرتين يعني على مرمى المنتخب البرازيلي في نهايه الشوط الثاني، ليه ما غامرناش من بدايه المباراه؟ انت كده عارف انك هتخسر، ما انت كده عارف انك هتخسر. دول مجموعات اتكلمنا كتير على كريم العراقي، واتكلمنا كتير ان هو واضح قوي نقطه ضعف في منتخب مصر. انا وجهه نظري انت النهارده بتلعب مباراه للتاريخ، مباراة اسم، مصر بتلعب البرازيل دي مباراة اسم دايما بيذكرها في التاريخ. احنا لعبنا البرازيل في الاولمبياد دي ثالث مرة نلعبهم، بعد مرتين قبل كده في 64 وفي 2012. فمحدش هيلومك ان انت خسرت خالص، لكن لما تخسر وانت لعب ماتش حلو زي ماتش كابتن حسن شحاتة في كاس القارات 2009، احنا خسرنا 4-3، لكن كل الناس دايما بتفتكر الماتش بتفتكره بشكل ايجابي. ليه؟ عملنا ماتش حلو، محدش منتظر انك تكسب البرازيل، ومحدش منتظر ان هو هيحاسبك على ماتشك مع البرازيل زي ما هيحاسبك في افريقيا على ماتشك مع السنغال او المغرب او تونس او جنوب افريقيا او غانا او كده، لا خالص. ده ليفل وده ليفل تاني. فهنا السؤال، ليه من بدايه المباراه ما تلعبش لعبك؟ العب اللعب العادي، العب اللعب الحلو، خلي اللعيبه تلعب. ما هم خاصين، خلينا نتكلم بصراحه، فعلا في فرص فرديه، عشان انا عارف ان الرد اللي هيتقال لي طب ما في فرص فرديه يا كريم، احنا كنا جبنا لعيبه ثانيه كنا هنعمل ليه؟ لا على فكره كنا جبنا لعيبه ثانيه، وكان في مثلا معانا محمد صلاح وصلاح محمد مع الجيل ده وبتخطيط كويس كنت جبت ميداليه، والله كنت جبت ميداليه، كنا عندك مساحه انك تجيب ميداليه. ليه؟ احنا شايفين معظم المنتخبات عامله زي حتى منتخب البرازيل، طبعا منتخب قوي جدا جدا، لكن ممكن تلعب معاه كوره، ممكن. ليه فكره دايما اللي انا النهارده ارجع اقف ورا واستنى ان اللي قدامي يغلط؟ لا ما ينفعش تعلم كمان، دول لعيبه صغيره، يعني ما ينفعش تتعلمك وتطلعهم بالاسلوب ده. انا شايف الاسلوب ده عفى عليه الزمن. كريم العراقي كنت ممكن النهارده تبدله بكريم فؤاد وتلعب بشكل هجومي اكتر، تلعب بال 4 2 3 1 وتشيل اسامه جلال من خط الدفاع، الونش وحجازي اصلا بيلعبوا مع اتحاد جد او مع الزمالك في 4، فما عندهمش قد مشكله خالص ان هم يبذلوا جهد زياده عشان انت عايز تريحهم في 5 وتعمل تامين. اديك عملت التامين انت عايزه وبرده تم اختراقك واتبهدلنا بصراحه. احنا النهارده فعلا دور الشناوي اتبهدلنا، كنا ممكن النهارده نطلع بفضيحه كرويه. فكده او كده لو انت خايف من النقد السلبي، طب النقد السلبي جه حتى ايفي، لو هتقول انا خسرت 1-0 بس، ما حدش في الكوره يا كابتن شوقي بقى بيقول الكلام ده، الجمهور نفسه بقاش يستقبل الكلام ده زي زمان، لان خلاص الناس النهارده بقت فاهمه الكوره كويس جدا، كل الناس بقت فاهمه تاكتكس، لان جزء التحليل وجزء تحليل الاداء وجزء الارقام الكل بقى مطلع عليه في الانترنت. النهارده في ناس بقى ليها اشتراكات في مواقع تحليل الاداء، ناس يعني هواه، مش هقول لك ناس محترفه بيشتغلوا في جهاز فني، ناس هواه مشتاقين بيحبوا، فبقى فاهم، مبقاش ينفع نضحك عليهم يعني يا جماعه احنا خسرنا 1-0 من البرازيل فانت دي كويسه. طب ما هيقول لي هو انت شفت الماتش؟ هو انت اتفرجت عليه؟ شفت حصل فينا ايه؟ هو ده اللي عايز يتكلم عليه. احنا فضلنا بالمنظر اللي انا عامله على البورد ده
اكتر من 70 دقيقه بالمنظر ده. والله ما فيش حد. احمد يسر ريان يا عيني الولد ده فعلا اتظلم في الاولمبياد, اتظلم ما في ده هنا يعني. تخيل الراجل معزول تمام, محدش بيساعده, محدش بيساعده خالص. الراجل ما بيعملش اي حاجه في الملعب غير هو عمال يجري والجون بس جاوا في ماتش السوريه. طبعا ماتش السوريه ده كان استثناء, والحمد لله الحمد لله ان هم كان عندهم ثلاثه اساسيين غايبين في الماتش ده. ان هم امانه لو ما كانوش غايبين ما اعتقدش كنا كسبنا. فتاني لا, الجيل ده كان ممكن يطلع منه اداء بشكل افضل. لازم اقول لكم حاجه بالامانه, لو احنا النهارده بنتكلم صح, ما ينفعش بعد كده واحنا بنختار مديرين فنيين منتخب اولمبي او منتخب شباب او منتخب اول نختار مدير فني بالعقليه دي. لا خلاص, العقليه دي ماتت, العقليه دي انتهت خلاص, ما ينفعش نلعب بيها. ما ينفعش النهارده تبدا تقول لي لا انا حق. هو طبعا حقك, هي غلطه اللي جابك, هي غلطه اللي اختارك. ليه؟ هو اختار مدير فني لا يتماشى مع الجيل ده. بصراحه الماتش فعلا النهارده ماتش مستفز جدا, ماتش مستفز. الناس كلها يعني الناس اصلا كل وسائل الاعلام من بدايه البطوله ما بتتكلمش غير على لاعب واحد, محمد الشناوي, ولما بيتكلم على حد تاني اكرم توفيق. الاثنين يعني ذوي الايه القدرات الدفاعيه. ليه احنا اصعب من نقول المنتخب ده كله بلاي ميكرز وكله وينجرز اصلا؟ يعني المنتخب ده الجيل ده هو نصيبه كلهم وينجات وكلهم بلاي ميكرز, للدرجه اللي خد الكابتن شوقي غريب ما يختارش احمد عبد القادر وخد مكانه عبد الرحمن مجدي المصاب لمجرد ان هو اللي لعب مع التصفيات. يعني برضو بص العقليه, بص العقليه, حرم نفسه باللاعب مهم جدا 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 عشان عايز يكافئ لاعب معاه في افريقيا معنويا ان هو مصاب. ايه ده, ايه التفكير ده بصراحه؟ لا انا شايف ان احنا عملنا اخطاء كتيره جدا فنيه واداريه كنا ممكن نتجاوزها, ممكن نعمل شكل افضل. احنا ما بنلعبش في اولمبياد يعني برشلونه 92 ولا يعني اتينا 2004. خلاص يا جماعه خلاص, الكره الرياضه بشكل عام اتطورت. النهارده الناس كلها كانت بتتفرج على عمر عصفه بيلعب مالونج المصنف الاول في تنس الطاوله في العالم, والناس عايزه عمر يكسب. ليه؟ خلاص العقليه اختلفت, العقليه اختلفت. مبقاش في دلوقتي, مبقاش في حد يجي يقول لي والله ده مقدرنا. لا ده مش مقدرنا. ما تصدرليش الاحباط عشان انت عايز تحافظ على الكرسي بتاعك. ما هو ده برضو ممكن يترجم بحاجة تانية, انت بتصدر لنا الاحباط عشان انت عايز تحافظ على الكرسي بتاعك. طب ده ما ينفعش. انت كان في ايدك تشتغل, وكان في ايدك تقدم شكل افضل, وكان في ايدك تغامر وتخاطر. انا النهاردة عمري ما الوم منتخب كوت ديفوار, وبتفرجوا على ملخص, بتفرجوا على ملخص على اليوتيوب, كوت ديفوار واسبانيا, ماتش رائع في 90 دقيقة 2-2, خسروا 5-2, نتيجة كبيرة جدا في الاكسترا تايم. انا والله مش الومهم. اللي شاف الماتش هيشوف ان كوت ديفوار عملت مباراة رائعة قدام المنتخب الاسباني. فانا كنت اتمنى ان احنا نقدم شكل افضل من اللي احنا قدمناه قدام البرازيل. اتمنى عشان ما نقعدش نتكلم في الماضي, خلاص اللي حصل حصل, والجيل ده خلاص دي اخر مباراه له, الجيل ده خلاص يعني مش هيتجمع تاني في شيء. نتمنى في المستقبل ما حدش مسؤول وهو بيفكر او بيخطط للكوره وهو بيجيب مدير فني لازم يعرف ايه عقليته, يساله انت هتعمل ايه, ايه اسلوبك, ايه طريقتك. ما يردش هيقول لا دي بتاعتي انا, ما ينفعش. لازم تفهم الاول طالما انك جايب مدير فني منتخب, مدير فني منتخب من الانديه, الجمهور النهارده هو اللي بيحاسب. خلاص موضوع بسيط. انها منتخبات لازم تبقى جايب مدير فني يقدر فعلا يوظف الامكانيات اللي موجوده عندك في الجيل عشان ما نشوفش الشكل ده مره تاني. هارد لك لمنتخب الاولمبي, وداعا اولمبياد طوكيو 2020 لكره القدم, وان شاء الله تجتهد ونتعب ونشتغل ونفكر بأسلوب متقدم ومبتكر عشان نقدم شكل أفضل في باريس 2024. شكرا جزيلا لكم, كنت معاكم كريم سعيد.